يلا بويا عمي ما يضيع حق الوطن ما يضيع
ما يضيع حق برام طالب ما يضيع. هل يطلع يواجهنا يفهمنا شنو السالفة؟ هل يطلع إذا هو صدق شريف ونظيف ويعرف الحق وحاط الله قدام حاله؟ خله يطلع هنا بس. ساعدني برا، 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 ساعدني برا. هي هاي العدالة برا، كل عدل على العالم. باسم متقاعدين العراقيين المدني والعسكري نطالب هيئة التقاعد، نطالب الحكومة بتعديل رواتب كافة المتقاعدين المدني والعسكري وجميع الكيانات المحلة. نريد راتب يحترم يعيشنا حياتنا الكريمة. احنا ما طالبين عندكم شيء، هو مجرد تعديل راتب. فاذا ما تعطونا واذا ما تقدرون ظروفنا اللي احنا نعيش بها، فكيف انت؟ نحن قاعده، نحن جيش عراقي واحد موحد، نطالب بحقوقنا الشرعيه، رواتبنا، ونطالب بحق كل المتقاعدين. كل المتقاعدين نطالب حقهم، كل المتقاعدين ناس متضرره، ناس مظلومه، ناس محرومه، ناس من كل شيء محرومه. ولكن هذا الجفاء لماذا؟ ليش هذا الجفاء؟ ليش؟ يعني عداء احنا ويانا؟ اذا قالوا لنا اذا انتم ما مرغوبين احنا طلعونا عمي، والله طلعونا، طلعونا لجوء سياسي لاي دوله، خلينا نروح، ملينا احنا همام. يعني انت تجي من بعيد، تجي هنا تسكن، وانا ابن البلد اللي مضحي وعمري خلصت لهذا البلد ونفيت عمري كله بشبابي، تجي انت تاليتها يجي هيثم الجبوري يقول هذول خطيه؟ احنا خطيه؟ احنا خطيه؟ احنا دافعنا عن هذا البلد؟ احنا خطيه؟ انت بعدك طفل صغير بالمدرسه، بعدك بصف الاول تغني، هسه يجي بابا البطل يتعلق الدبابه، انا هسه صرت طفل، انا صرت هسه، هذول خطيه؟ فكروا بينا، فكروا بينا، رجاء فكروا بينا. يا رئيس الوزراء، يا رئيس الجمهوريه، يا رئيس البرلمان، يا الشرفاء، يا الوطنيين، اذا اكو وطنيين خلي يسمعون حسنا، اذا اكو وطنيين خلي يسمعون حسنا، احنا صوتنا كافي، هذا صوتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الشريحه المتقاعدين المظلومه، الخدمه والبلد، يعني من 1921 وحتى هذا اليوم اصبح الجيش الاول والجيش الثاني، ماكو جيش واحد. 1921 تاسست، احنا لو هذا لو هذا، احنا متابعين قانون الجيش الواحد. فرواتبنا 400، خدمنا خمسة حجيران، وخدمنا تكري حرب 73، خدمناها راتبنا 400. طيب الجاهل يقبل 400؟ ال 400 يقبلها الجاهل؟ طول السلفة يعني أربعة أضعاف يقطون من ال 400 كلها ياخذونها للتلفة. شنو ذنبنا؟ زين، لا قطعة أرض، من حالنا حال المعلمين، حالنا حال السجناء، حالنا رفح، رفح اعطوهم عيدية، احنا ما اعطونا عيدية، نعال ما اعطونا. راتبنا قليل، كل شهر 300، وين نخليهن؟ ما يكفن، يعني ذولا الرفحويين راحوا لهم تأسروا شهر ما ادري شهرين، واخذوهم بالخارج بيت وسياره ومره وراتب وعاشوا برا، اجونا الراتب الاحداث، واحنا هنا اللي يدق صواريخ علينا والعبوات وولدنا وانسابنا كلهم راحوا، وتالي متالي راتبنا 300 ويقطعون ما شهر، وين صار الشهر؟ يا يعني اروح لو اقول له قال لا بس شهر واحد، يا بشون وانا الرابع والخامس والسادس، معقوله بس شهر واحد؟ هسه نريد زياده بالراتب، ما راح يسووها كل شهر 300 ما تكفينا، خلي يسووها 800، 900، 700، مليون، احنا تعبنا، احنا متقاعدين مريضين، استلمت 300 كفيله قوة الله، اني تحاليل ب 400,000 مسويتهن، عندي قلب وسكر وضغط وغده ومنتهيه، اذبحن بس تحاليل. يعني الله يرضى عباده، يرضى يرضون مجلس النواب، اصغر طفل يكتفي ب 300,000؟ والله ب 3 ملايين ما يكتفي، راتب ومدرسه اهليه وسياره تجيبه، سياره تودي وبنسيات، احنا قاعدين عد وريدهن ب 300؟ الله يرضى.
محمد يرضى أناشد كل خير أن يوقف وقفة شريفة بصالح المتقاعدين. أنا فنان وأديب وكاتب صحفي أحد مثقفين العراق صلاح النبراس، محال على التقاعد من سنة 1990 بحرب الكويت، ولحد الآن أنا أطالب براتبي. أحمد عبد الجليل الساعدي أنا مشمول بقانون تقاعد 27 لسنة 2006، مشمول به لحمي كوني محال على التقاعد موظف من الدرجة الأولى ألف، ورحت طلعت محاكم ودنيا كلهم يدفعون رشاوي بالعالم كله. محاكم التمييز، محاكم التمييز 13 قاضي، محكمة التمييز الاتحادية مالنا 3 قضاة و3 حرامية. سعدي صادق، سعدي صادق حرامي، خلي شو اسمه ابن زيدان خليه يجي يشوفني، خليه يدز علي حتى احكي له. هاني اذا اخابرهم ما حد ما يسمعني، ما حد ما يسمعني. قدمت طلبات هوايه المواجهات، ما حد ما يسمعني. مجلس القضاء الاعلى قشمريه مهازل. احنا خدمنا العراق، ما خدمنا بشر. 30 سنة و40 سنة سياد حقوقنا وينها؟ هاي حقوقنا احنا نريدها. ارفع 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 هذه شريعة المتقاعدين، هي هذه الشريحة المظلومة الوحيدة بالبلد. واحنا شنو اللي نعرفه هسه لو نعرف العداء المنسوب إنه شنو؟ احنا يعني كل جيوش العالم هي تنفذ الأوامر، واللي ما ينفذ الأوامر هو ينعدم. احنا نفذنا الأوامر من كنا بالخدمة، واستمرنا بحماية أمن وأمن العراق، وحمينا بلدنا. احنا جريمتنا شنو؟ يعني حمينا البلد، ما خلينا ينتهك، ما خلينا اعراضنا تنتهك. يعني اذا قدمنا الشهداء وضحينا بما نملك، يعني تحملنا ما تحملنا من الحصار، وتحملنا ما تحملنا من الجور والظلم، وتاليها احنا هسه نتعاقب ولا احنا شنو؟ يعني هسه كل المتقاعدين، شريحه المتقاعدين العسكريين خصوصا، نقول عليهم خصوصا العسكريين، اول ما حالهم على التقاعد حالهم برتبه درجه ثامنه، هم اغلبهم درجه ممتازه. وظلين انا من الناس ظلت داعت ما يقارب 4 سنوات، يلا حصلت على مو رتبتي الاصليه، حصلت على ادنى من عدها. وقعنا على 15 سنه. ما يعني احنا نشوف الظلم اللي عانينا من عنده. ليش؟ بالرواتب مالتنا متدنيه. يعني احنا ما تكفينا، واصحاب عوائل واغلبيه الشريحه اللي موجوده بالمتقاعدين هم ناس مرضى، وناس عندهم امراض مزمنه، وعوائلهم تعبانه، والاغلبيه من عندهم قاعدين بالاجارات. يعني هذا شوفوا احنا السكوت من الحكومه، والسكوت من المسؤولين بالدوله. ليش؟ يعني ما ادري شو المظلومين هذول، الشريحه المظلومه ليش ما يقدموا لهم يد العون؟ ما يعدلون قانون التقاعد هسه حتى العالم تعيش؟ ليش مو اكو فقره بالدستور تقول العراقيين مساويين بالحقوق والواجبات؟ مو يقول لهم حق العيش الكريم؟ وين حق العيش الكريم؟ يعني هسه ليش هذا الاستهداف لهالشريحه هاي؟ يعني احنا من نحكي انا احكي مو احكي بس على العيشه وانا
يعني ليش هسه احنا مو طائفين؟ يعني هسه اي مسؤول بالدوله يقبل الراتب ماله، يقبل الراتب مالته يقدر يعيش ب 400,000 دينار؟ يقدر يعيش ب 400,000؟ يقدر هو ياخذ 400,000 وهو الاجار ماله 300؟ ماكو راتب 800 يتقسم على ابناء الشهداء كل واحد 130، ال 130 وين تكفيه؟ اذا تطلع بالبرلمان تقول 12,000 ما يكفيني، انا 130 احطها وين؟ احطها لل احطها للكهرباء، احطها للمولد، احطها للجهال، احطها للمدارس، الله ما يقبل. اذا هو يحب ينصف ابناء الشهداء يعطيهم من عنده راتب خاص، والزوجه يعدل راتبها يسوي بالمليون و200 لانها ما يكفي، مو لابو عنده راتب سياسي ياخذ من زوجه الشهيد، هاي شنو؟ يا ظلم. وبالخارج الرفحاوين قاعدين لا يعرفون ويطلعون يفشرون علينا، ليش احنا مظلومات؟ وهذول كلهم مظلومين الشهداء والمتقاعدين كلهم مظلومين. احنا الناشد السيد مقتدى هو ياخذ حقنا، ما نريد البرلمان ولا نريد السياسيين ولا نريد الوزير، احنا نداعي ونطالب السيد مقتدى، نريده هو يناشد ويقول حقنا يرجع لنا. كل احنا مرضى ما عندنا نروح للطبيب، والله ما عندنا نروح للطبيب، شو تكفينا؟ ونلبس واحد شهر 300 وقصن، زين هاي وين احطها ال 300 انا؟ وين احطها يا ربي يا عالم؟ هي تطلع بالتلفزيون 12 مليون ما يكفيها، انا 300 تكفيني؟ عندي بيت وعندي عائله وعندي جهال، كل شيء عندي، ايجار، مريض، والله العظيم احنا ما نسكت، للموت ما نسكت، الى ان ناخذ حقوقنا من عندهم. احنا ضباط الجيش السابق المتقاعدين اللي مشمولين براتب الرتبة الأعلى، يعني عندنا 8 سنين فوق آخر ترقية اللي ترقيناها. وزير الدفاع السابق كمل الاستمارات ورفعها، هو وزيرنا يعتبر، الأمر مالتنا وزيرنا، فرفعها للتقاعد على أساس ينفذون الصرف، لأنه تعتبر التقاعد دائرة حسابية بالنسبة لوزارة الدفاع. فالسيد أحمد الساعدي لحد الآن مخلي الاستمارات وما صارف لنا راتب الرتبة الأعلى لمن لديه 8 سنوات فوق آخر ترقية له، يعني هو هناك هو تنفيذي والأمر إجا من وزارة الدفاع وما يقبل يصرفها، هاي وحدة. بعدين الشغلة صار لها أكثر من 8 سنين، 9 سنين لما صدر القانون مالتنا فمأخرة. والشغلة الثالثة إنه راتب الرتبة الأعلى ما بي جنبه مالية، جنبة مالية تأثر على الحسابات بالمالية ماكو، لأنه إحنا الأعداد مالتنا كلش قليلة، نعتبر 1% من مجموع المتقاعدين، فليش ماذا يصرفها؟ فإحنا الناشد المالية الناشد دائرة التقاعد إنه يصرفونا مبالغ راتب الرتبة الأعلى ويعدلوا راتبنا، 10 سنين وفوق عدلوا رواتبهم، من 8 سنين للعشرة لحد الآن صار سنة ماكو تعديل راتب. أي لذلك إحنا نطالب بالتعديل. علي الحرامي حقي وين أنا؟ بعد ياخذ لي برلمان 4 سنوات ويطلع براتب تقاعد 12 مليون زين، انت 18 مليون طالع لي ابن الاوادم، كل هذول شنو هم؟ هذول شنو؟
مرقات كل واحد مليون 10 مليون لعد ابن القندرة لعد آن اللي عنده 6 و7 نبرات معيشنا على 400 الجيش العراقي السابق صاحب الإرادة القوية وصاحب الحقوق، فأنت أيها الساعدي تسلب حقوقنا ونحن نعتصم أمام دارك وأمام دارك، وسوف نلحقك إلى بيتك بعد قليل إن شاء الله. إذا نطالب في حقوقنا وترسل إلينا من يمثلك أو أنت تأتي إلينا إلى هنا، لا تبقى خاتم أمام راسك أيها السارق، أيها السارق أنت سارق. احنا المتقاعدين من الجيش السابق والمتقاعدين المدنيين الساعدي ظلمنا بكل الرواتب والمكافآت، الساعدي ظلمنا ما يقبل يصرف ان المكافآت نهاية الخدمة والخطورة والجائز المتراكمة. ما هو ذنبنا اللي سويناه؟ شنو الأسباب؟ خلينا نطونا الأسباب. احنا مو عراقيين، مو وطننا هذا، مو قتلنا، حتى إسرائيل قاتلناها، إلى متى هيك؟ احنا يومية مظاهرات، سووا لنا حل، كافي تضحكون علينا وتلعبون على مشاعرنا، ملينا تعبنا، يعني لا نسوي شيء ما محسوب، إذا تريدون نسوي شيء ما محسوب قولوا لنا، وإحنا مستعدين لها ما نخاف، إلى متى الخوف؟ احنا مدن داعي بمكرمة من هيئة التقاعد أو وزارة المالية، حقوقنا سلبوها، هذا حق استقطعوه من رواتبنا على مدى سنوات الخدمة. والآن دي يسامونا على حقنا، وحقنا انسرق، طلعنا مظاهرات وصلنا صوتنا إلى أبعد نقطة والكل تسمعها، لكن ماكو فايدة، لا حياء لمن تنادي. لا يخلونا نطلع عن طورنا، احنا لحد الآن دا نتعامل وياهم كعراقيين ومري ننشر غسيلنا أمام العالم، لكن لا يضطرونا أن ندول القضية ونروح إلى سيدهم الأمريكي ونشتكي يمه ويطلع لنا حقوقنا. أول مرة بتاريخ العالم القديم والحديث دولة تكرم الجبناء وتسلب حقوق الشجعان والشرفاء، سابقة لم يسبق لها مثيل أبدا. لذلك نطالبهم بحقوقنا وليسوا متفضلين علينا، ولا يضطرون إلى أن نسلك دروب أخرى لا تليق بنا كعراقيين. جيش واحد، تقاعد واحد، رفع الحد الأدنى للتقاعد الراتب الشهري 1,000,000 دينار، غير هذا ما نقبل. نهاية مكافأة الخدمة قصدوها علينا وسرقوها وقسموها، وقسم ما استلموا لحد الآن. المتقاعد لحد هاللحظة راتبه ما يكفي علاج، ما يكفي أي شيء، حصر عليه كل شيء، حتى أصبح يستحي من عائلته، يخجل من عائلته، يعني يخجل من زوجته، يخجل من ابنه، يخجل من أخته. ليش هالحرب هاي وعلي من؟ نحن صامدون، صامدون أمام الدار، وها أنا أرى وجهك من بعيد تلصلص من وراء الشباك أيها السارق. نحن نطالب بإقالتك. Thank you.
والا تظاهرتنا
تصبح اعتصام أوامر الهيئة، فلا أحد يطالب بخروج أحد من الهيئة. أي شخص مهما يكون يطالب بخروج مدير هيئة التقاعد الوطنية، هذا يقول يريد يخرب مطالبنا. فلا أحد يخرب التظاهرة ولا أحد يخرب مطالبنا. صافنا ظلم، صافنا جوف. إذا من مدير هيئة التقاعد وإما غيره فما نقبل إلا يجي يواجهنا ممثل مجلس النواب أو البرلمان العراقي أو وزارة المالية. ثانياً، ندائي موجه إلى كل العراقيين الشرفاء المتقاعدين وغير المتقاعدين. زين شلون تقبل غيرتهم؟ حقهم ما يكونوا نايمين من بيوتهم. أعضاء اللجنة التنسيقية خلينا نسحب. اللي يريد يجيب الإهانة للشهد البابا خلينا نسحب. الدماء اللي راح تسال راح تصير برقابنا. مسؤولية الدماء اللي راح تسال راح تصير برقابنا، فراح نضطر للانسحاب. أعضاء اللجنة التنسيقية، أعضاء اللجنة التنسيقية تهيئ خلينا نسحب من التظاهرة ونترك هذا الموضوع. أعضاء اللجنة التنسيقية. تمت احالتنا على التقاعد عام 1989 زين بقرار من مجلس قياده الثوره المنحل، زين بعمر 33 سنه والخدمه 15 سنه والعده اقل من 15 سنه يستقال ويطلع. زين من ذاك اليوم اللي هاليوم احنا راتبنا جدا قليل 400 ما يعيش. زين يعني خلي يساوونا يعني ويا المتقاعدين الباقين. اخذت الجماعه اللي من الخارج وجدت وياهم اخذت تقاعد زين، اللي كانوا مسجونين اخذوا متقاعد زين، رفحه اخذت تقاعد كل زين. يعني انتم خليتوا عندكم ناس جبتوهم وياكم حطيتوهم حتى رتب وطلعتوهم تقاعد وطيتوهم رواتب بالملايين بالعافيه عليهم، لكن هاي الناس المحرومه باعوله يعني كانت تنتظر زين وطالع تقاعد قصرا يعني ما طالع براحته. زين ليش يعني ليش يظل 400,000؟ شو يسوي؟ اجار معيشه وكل واحد عنده عائله 10 و8 نفرات يعني ما ترضى الله يا اخي. زين ارحموا من في السماء يرحمكم من في الارض، والسلام عليكم. مكرمه نهايه الخدمه هل بها هي واسطات يعني للصرف؟ يعني انا عندي 20 سنه من 1983 تطوعي الى 2003 20 سنه، وهي الفعليه 40 سنه. ليش ما طالع اسمي في نهايه مكرمه نهايه الخدمه؟ ليش الناس وراي متطوعه مستلمه وانا ما مستلم؟ بس اريد اعرف بيها واسطات، بيها فلوس للدفع حتى تنصرف؟ هاي كلها اغلبيه ما حد مستلم، كلها عندها خدمه بال 40 سنه، ما حد مستلم نهايه خدمه. احنا نفس المتقاعدين وعندنا عوائل، عندنا اطفال، عندنا اطفال مرضى. احنا اعتمدنا على هاي المكرمه مال نهايه الخدمه، اعتمدنا عليها للعلاج لاطفالنا وهي 10 ملايين، والبرلمان قال له تصرف كامله وهو يقطع بيها مليونين الى مليون. ناس الوجبه الثانيه تستلم 750، شلون رحمتها؟ من 2.5 الى الوجبه الثانيه 750؟ اذا هذا كله بوق، كله حرام. من 82 من 83 متطوع من 2009 طالع. هذا نفس الشيء من 2009 طالع. ليش؟ يعني وجيت وقال لي قدم اعتراض، هو نفسه ابو التقاعد هم قدمت اعتراض وقالوا المعترضين راح روح للمكاتب راح تستلمون. ونفس الشيء هم البارحه رحت المكتب وطلعت لي مرفوض. المتقاعدين شريحه مظلومه، 3 ملايين عددها وشويه بالعراق، زهره شبابنا افنينا بخدمه هذا الوطن وهذا الشعب. بعض رؤساء الكتل يظهر بالتلفزيون ويتبجح ويشيد بسجناء رفحه. انا 45 سنه وربع راتب الرفحاوي ما جاي احصله. 4 سنين البرلماني وياخذ 8 ملايين دينار.
انصفوا هذه الشريحة. شوفوا هاي الشريحة في البلدان المجاورة وفي البلدان الأوروبية، شوفوا الامتيازات المخصصة لهم، شوفوا المتنزهات، شوفوا الضمان الصحي. إلى متى؟ إلى متى؟ تقولوا لي إلى متى؟ اثنين، خوب المراجعة في دائرة التقاعد. إذا الإنسان يريد ينذل يجي يراجع بدائرة التقاعد. إهانة كرامة. ليش؟ أيضا ما تدري. حسبنا الله ونعم الوكيل. اجينا قدمنا، اجينا للتقاعد، قال طلب الهويه، شاف الرقم 72، قال لي انت مشمول، قدم اعتراض. قدمنا اعتراض قبل العيد، قبل رمضان، وهسه انتظرنا، طلعت الاسماء، طلعوا يمكن 4 5 6 اسماء، واحنا ما طلعت اسماءنا. ليش؟ ليش؟ فلوسنا بالتقاعد مبيوقه، فلوسنا بالتقاعد والله يشهد عليها. زين يا احمد الساعدي، فلوسنا صرفوا لك اياها، ليش ما تنطينا اياها؟ حق من حقوقنا هذا؟ شبابنا ضيعناه، احنا شبابنا ضيعناه من اجل العراق العظيم، مو من اجل احد. احنا ما خدمنا رجل، احنا خدمنا العراق العظيم. زين نريد حقنا، بس ما نريد اكثر. حقوقنا نريدها احنا مسلوبه، وبهاي الدائره هي. زين لو تنطوني اياها لو نتصرف غير تصرف. ترجع للخلف.